السلام عليكم يا رفاق، مرحبا بكم. جئتكم بمقطع جديد من موضة جي تي اي 5. في هذا المقطع سنلعب بموضة الساحر الغريب. ركزوا معي على هذا الشخص، عنده عدد هائل جدا من الايادي. هذا الشخص هو اخطر ساحر. اذا شاهدتم فيلم دكتور سترينج ستفهمون عما اتحدث. هذا الشخص عنده قدرات خيالية لا تصدق، شيء لا يصدقه العقل. ساظهر لكم اولا احد القدرات التي اعجبت بها. شاهدوا ما الذي سيحدث اذا اخترت هذا الخيار الخاص بي مايرر ديمانشن وضغطت على اكتيفيت. هل شاهدتم ما الذي حدث في لعبة جي تي اي 5؟ حدث شيء لا يصدق. الابعاد لقد انقلبت، كاننا اخذنا عالم سان اندرياس بصفة عامة وانشأنا عالما اخرا موازيا لهذا العالم. في امكانكم الطيران باستعمال هذا الساحر الغريب. لهذا السبب سميته الساحر الغريب، لان الامور التي سيفعلها هي غريبة جدا وعجيبة وخارقة للعادة. واو، شيء لا يصدق حدث في لعبة جي تي اي 5. اذا مثلا اردت اعادة العالم لما كان عليه، ركزوا معي على الميز بانك. الميز بانك الان اصبحت مقلوبة، نضغط هكذا وها هي الميز بانك عادت لما كانت عليه. هذا المود بحثت عنه مره وتكرارا واخيرا وجدته. بحثت في مودات خليوني باعتقدت بانه هو الشخص الذي صنع هذا المود، لانه هو الشخص المعروف بصناعة مثل هذه المودات، لكنني اخطأت. هناك شخص اخر هو الذي صنع هذا المود، ويجب عليكم دفع المال لكي تستطيعوا لعب هذا المود. التبرع عليه بما يقارب 2 دولار او 5 دولارات عبر حسابي في البيتريون. وهذا هو الذي جعل اغلب اليوتيوبرز يمتنعون عن لعب المودات ببساطة، لان اغلب المودات التي يتم نشرها، انا اتحدث عن المودات الجديدة. اما بالنسبة لقوى مود سوبرمان وهولك ايرون مان، تلك المودات هي موجودة مجانيا، صنعها خوليونيب، وخوليونيب كذلك قام بعمل حساب بيتريون خاص به. والمودات الجديدة فمع الاسف لا يمكنكم لعبها، فقط اذا تبرعتم لا تستطيعون حينها تحميل تلك المودات وتشغيلها مجانا. اذا لم تحركوا الماوس ولم تفعلوا اي شيء، ستلاحظون بان هذا الساحر الغريب سيجلس تلك الجلسة الخاصة باليوغا، وفي هذه الاثناء هو الان يجمع قواه. إذا حاولتم التحرك فإنكم ستحركون عادي جدا. المهم، سأعيد تشغيل المايرور ديمانشن مرة أخرى. صراحة هذه الخاصة بالمايرور ديمانشن خطيرة. هل تعتقدون بأن سنكتفي بهذا فحسب؟ لا يا أصدقاء، هناك العديد والعديد من القوى سنجربها إن شاء الله في مقطع اليوم. من بين هذه القوى هي بانيش انميز تو ا دارك اند فويد ديمانشن. هذه القدرة سنستعملها لكن ليس الآن، حتى ندخل في مشاكل مع رجال الشرطة. عندنا هذه القوة اسمها شوت ميستيك بولتس ات انميز، بالإضافة للكونجورز ويب. المهم، سنختار أولا شوت ميستيك بولتس ات انميز وسنحاول تسديدها على ذلك الشخص. شاهد ما الذي سيحدث إذا ضغطت الآن. واو، سددت عليه قنبلة. شيء خطير جدا. هذا مثلا سأختاره، سأسدده عليه. ضربته المسكين حتى طرف الهواء. أين أنتم؟ أين الناس؟ هذه الفتاة المسكينة نختارها، نسددها عليها. شيء لا يعقل. نسدد على تلك السيارة كذلك، لم أصيبها مع الأسف. نسدد على تلك، لم أصيبها. تستطيعون تسديد دائرة قوة، وتلك الدائرة إذا أصابت أي شخص فإنها ستنفجر وستدفع. مثلا نسدد على هذا الشرطي. بسبب تلك الأيدي الكثيرة لا أستطيع الرؤية بشكل جيد. واو، هذه القدرة رائعة جدا، أعجبتني. الآن سنجرب القدرة الأخرى وهي قدرة الكنجور ويب. ماذا تعني الكنجور ويب؟ لست متأكد بالضبط. سأقترب من رجال الشرطة وسأكشف ما الذي سيحدث بالضبط. أخرجت حبل للجلد، سأبدأ في جلدهم. يا سلام، اجلد رجل الشرطة. أحسن، ضربته فقربته مني. واو، شيء خيالي، شيء خيالي. سأضرب رجل الشرطة. واو، وذلك الحبل فيه نيران مشتعلة. أمسكت برجل الشرطة وقمت بجره عندي. هل أستطيع الإمساك به ورميه في الهواء أو رميه لبعد آخر؟ نمسك به وسأرميه هناك. لا، مع الأسف، في إمكانكم فقط الإمساك به وجره معكم. إذا قررت الطيران الآن وضرب ذلك الرجل ورجل الشرطة، هل أستطيع جره معي؟ نعم، يمكنكم فقط جلده وتقريبه لكم. هذه القدرة صراحة ليست فتاكة كثيرا، الميستيك بولت أفضل منها. أما بالنسبة للقدرة الرابعة هي خاصة بالبورتل، يعني التنقل عبر الزمن. تستطيعون إنشاء بورتل وبعدها التنقل عبر الزمن. سأبتعد من رجال الشرطة لأنهم أزعجوني كثيرا. نجرب الآن هذه الخاصية على خاطرنا، نختار أكتيفيت. واو، فتحت بورتل، شيء رائع. وتلك البورتل ستسمح لكم لكي تتنقلوا لأماكن التي تريدون. مثلا سأضع البورتل في قمة الجبل هناك. نعم، أستطيع وضعها وأضغط هكذا. فتحت بورتل. لا أستبعد الآن أنني سأستطيع التنقل لتلك المنطقة. تذكروا معي، ها هي الهليكوبتر الخاصة برجال الشرطة. إذا تنقلت هناك يجب على الهليكوبتر أن تكون بالخلف منا. ممتاز، تنقلت.
هاي الهليكوبتر الهليكوبتر يا صاحبي الخلف منا شيء لا يصدق. في امكانكم التنقل عبر الابعاد. واو. واذا وضعت بورتل مثلا هناك في منطقه بعيده مثلا في تلك المنطقه. جميل جميل جميل. بالفعل سنستطيع فقط باستعمال هذه البورتل الهروب من رجال الشرطه. يا سلام ننتقل لتلك الضفة هناك. لا أعتقد بأن في إمكانكم الإبتعاد كثيرا. مثلا أنا في قمة هذا الجبل سأحاول الذهاب لتلك القمة الأخرى. شاهدوا نعم استطعت. المسافة التي عليكم استعمالها هي قليلة جدا وليست كثيرة. مثلا سأحاول الذهاب لضفة ذلك الجبل هناك. ها أنا دا استعملتها أوتوماتيكا علي الذهاب للجبل الآخر. شاهدوا نعم لم أستطع الذهاب لجبل الآخر. هذا هو الحد الأقصى. يعني تستطيعون التنقل فقط لأماكن قريبة على هذا الشكل. إذا اخترتم منطقة بعيدة فلن يستطيع الساحر الغريب الذهاب لها. سأحاول الصعود لهذه البناية. لا أستطيع أصلا اختيار القمة في تلك البناية. لما لا نختار تلك الضفة هناك. جيد الآن سننتقل لتلك البناية. شاهدوا ممتاز استطعت التنقل ودخلت وسط من البناية. وإذا أردت العودة نعم أستطيع. واو يعني في إمكانكم الذهاب والعودة. شيء لا يصدق. لا تنسوا كذلك يا أصدقائي إذا أعجبكم مود الساحر الغريب فما عليكم فعله فقط هو دعمنا بالضغط على زر لايك ونشر هذا المقطع مع أصدقائكم. وبهذه الطريقة ستساندوننا لكي نستطيع الاستمرار. سأحاول الانتقال لبناية الاف اي بي. نضع البورتل هناك. ممتاز استطعت فعلها. مشكلة البورتل هي أنني وضعتها في الجانب. وبعدها يمكنكم العودة لتلك البناية. شيء لا يصدق. هذه الخاصية أعجبتني وأدهشتني كثيرا. هل نستطيع التنقل داخل من بنية الـ FIB؟ نعم نستطيع يا أصدقاء. واو يمكنكم التنقل داخل الجدران. شاهدوا شاهدوا ممتاز دخلت وسط من بنية الـ FIB. هاي يعني أن الجدران لا تؤثر على هذه الخاصية. الآن سنجرب خاصيات الإسترال بروجيكشن. سأنتظر قليلا حتى يرتفع لي الهواء بعدها سأشغل هذه الخاصية. لأن أعتقد يجب علي الجلوس على شكل يوغا لكي تشتغل هذه الخاصية بالضبط. البارحة لقد جربت الأمر وشخصيتي دخلت وسط من العالم ولم تشتغل هذه الخاصية جيدا. الآن بعدما ارتفع وجلس على طريقة اليوغا نختار أكتيفيت. أشاهدتم ما الذي حدث يا أصدقائي؟ تركت جسدي هناك وخرج. تحولت لشبح. to come back to body. وإذا أردت سرقة روح الناس فيجب علي الضغط عليهم واختيار split soul. هذا هو جسمي الحقيقي. كما تشاهدون أنا الآن متفرق على جسمي. إذا جئت عند هذه الأنسة مثلا واخترت هكذا. واو سرقت روحها. وهاتي سرقت روحها كذلك. وبدأوا يتحدثون. لماذا تسبونني؟ سرقت روحهم فبدأوا يصيقا في سبي. لم تفهم تلك الآنسة أي شيء وذهبت اختفت. واو شيء لا يصدق. ترك جسدي هنا وأصبحت شبحا. هل أستطيع الدخول وسط من السيارات؟ نعم يمكنني الدخول وسط من السيارات. يمكنني الدخول وسط من العالم. شيء لا يصدق حدث. واو وأي سيارة دخلت وسط منها فإنها تختفي. إذا حاولت الدخول وسط من هذه السيارات نعم سيارات تختفي اوتوماتيكيا. لا يجب على السيارات ان تختفي علي الدخول وسط منها كانها غير موجوده كما حدث مع هذه الشجره. شاتم استطعت الدخول وسط من هذه الشجره كانها غير موجوده نهائيا. نعم كذلك وسط من الحيطان. واو كان الحيطان غير موجوده. قدره لا تصدق. واذا اردت العوده لجسدي بالفعل عدت لجسدي. قدره خارقه. الان ساشغلها قبل ان يجلس تلك الجلسه الخاصه باليوغا. لم تحدث الجليتش في هذه المره. جميل جميل. وكانت شخصيتي تنزل أسفل من العالم. الآن لم يحدث هذا الأمر. بالنسبة للقدرة التالية اسمها تيلي بيتي. هل أستطيع التحكم في عقل الناس مثلا هذا الشخص؟ ضغطت على أكتيفيت وسأختار مثلا هاته الآن سأختار أكتيفيت. واو فهمت فهمت فهمت. سيطرت عليها والآن أصبحت شريرة وحاولت الهجوم على تلك الأنسة. ما الذي سيحدث إذا تحكمت في عقل هذا الشخص؟ مع الأسف لا يمكنكم التحكم في عقل الأشخاص الذين يسوقون الدراجات أو السيارات. نتحكم في عقل هذا الشخص. ذهب عند تلك المرأة. ضربها المسكينة وسقطت للأرض. لماذا ضربتها يا أيها الغبي؟ لا تضربها. تحكمت في عقلي فأصبح مجنونا. سأتحكم في عقل هذا الشخص قبل أن يصعد في شاحنته. ما الذي سيحدث الآن؟ بدأ في العراك ضد ذاك. مشكلة. خلقنا معارك شرسة ما بين الناس. شيء لا يصدق ولا يعقل حدث في اللعبة. الآن سأتحكم في عقل هذه الأنسة. ستضرب تلك الفتاة المسكينة. لقد ضربها سائق سيارة. كذلك هذا لقد تحكمنا في عقله برغم من أنني لم أختاره.
واو خلخلنا عقول الناس في لعبة جي تي اف 5. ما عليكم الشريسة حدثت، سأفعل هذه الخاصية مع رجال الشرطة وسأكتشف ما الذي سيحدث. تعالوا يا أصدقائي، لا أحب الطيران صراحة باستعمال شخصيات الساحر الغريب ببساطة لأن لا يمكنكم التحكم في سرعة عشاتهم، أصبحت سريعا جدا وستصعب علي مأمورية التحكم. هاهم رجال الصوات لقد جاءوا. أوكي ها أنا ده لقد تحكمت فيه، سأتحكم كذلك في هذا، سأتحكم في هذا. ما الذي سيحدث؟ بدأ في الهروب. غريب ما حدث الصراحة. سأتحكم فيهم. لقد بدأوا يا أصدقائي في التسديد على رجال الشرطة الحقيقيون. المهم إذا تحكمتم في رجال الشرطة فإنهم سيساعدونكم وسيسددون على أصدقائهم رجال الشرطة. قدرات خارقة جدا. هذا المود هو أفضل مود لحد الآن تم صناعته في جي تي اف 5 لأنكم تستطيعون القيام بالعديد والعديد من القدرات الخارقة. الآن سنشغل قدرات سيرافيم. واو هذه القدرة من الضاير عليها الناس تكون رائعة جدا. أنا ضغط على أكتيفيت. نعم أستطيع إنشاء درع. فهمت. هذه القدرة ستسمح لكم لكي تنشئوا درع ولن يستطيعوا إصابتكم. إذا فعلت هذه الاستراتيجية فإنني سأنشئ درع. مع الأسف لا أستطيع الضغط على السي. إذا ضغط على السي وأردت إظهار لكم الشخصية من الخلف فإن الشيء الذي سيحدث هو أنني سأعود للمنطقة التي كنت فيها. مثلا جئت لهذه الضفة وضغط على السي، سأعود للمنطقة التي كنت فيها شاتهم. لهذا السبب لا أستطيع أن أظهر لكم الشخصية من الأمام. وكذلك users health regenerate while shield activate، يعني إذا شغلت هذه الخاصية فإنني سأستطيع جمع الهيلث. علي إظهار الخريطة، نسيت لم أظهرها صراحة. الهيلث بدأت في النزول كما تشاهدون. الآن إذا شغلت هذه الهيلث ارتفعت. واو قدرة خارقة صراحة. وعندنا the wind of What Tomb use the power of the wind to clear the area. الآن إذا استعملت قدرة الرياح، واو أستطيع دفعهم وسأنظف هذه المنطقة نهائيا من رجال الصوات. حسنا هيا ابتعدوا يا رجال الصوات يا أيها الأغبياء. يا سلام بالفيرست بيرسون كيف تظهر. واو هيا أبعدهم. أحسنت ابتعد أنت يا أيها الغبي. ممتاز ابتعدوا. أحسننا طار ذلك الشخص في الهواء. قدرة الرياح خارقة جدا لكنها ليست بالخارقة كثيرا. الآن سنستعمل قدرة التحكم كان كنترول أب تو 5 inches. أستطيع التحكم فقط في 5 inches. إذا ضغطت هكذا نعم لقد تحكمت في تلك السيارة وسأضرب بها ذلك الشخص. نعم ممتاز تحكمت في تلك السيارة ضربت بها ذلك الشخص تحكمت في ذاك وأستطيع التحكم في 5 أشياء وليس شيء واحد فقط. جميل نضرب تلك الهليكوبتر بهم وتوقفت اللعبة. لم تستطع اللعبة استحمال تحكمي في 3 أشخاص في نفس الوقت. هذه هي القدرة التي قلت لكم بعدما خرجت من اللعبة ودخلت أصبحت تشتغل. إذا تحولتم لشبح فإنكم تستطيعون الدخول وسط من سيارة بدون أن تختفي السيارة. شاهدتم يا أصدقاء هذا ما تحدثت لكم عنه لكن حدث لنا جليتش لا أعلم بالضبط. من الممكن أنني استعملت أحد الموضات وهو الذي تسبب في تلك الجليتش. يعني تستطيعون الدخول وسط من سيارات ولا يجب على السيارات أن تختفي. شاهدتم استطعت الدخول لمنزل مايكل بدون أن يكتشفني. المهم سنعود للتجربة لهذا المود. وصلنا هنا استطيع التحكم في السيارة. نعم رفعت ولن أتحكم في أكثر من 3 أشخاص. السلام عليكم يا أيتها الفتيات كيف حالكم؟ هل أنت بخير؟ ألم تري ماذا يوجد فوق من رأسك الآن؟ هناك سيارة فوق من رأسك يا أيتها. كيف سقط ذلك الشخص؟ ذلك الشخص كان وسط من تلك السيارة نزل منها وسقط. تعال يا صديقي هل تريد سيارتك؟ حسن خذها. واو لم يموت مات الشخص بالقرب منه. سائق سيارة لم يموت سددت على هذا الشخص سائق سيارة وفي الأخير مات شخص آخر ولم يموت سائق سيارة. كتب الله له حياة جيدة. تقريبا هذه القدرة خاصة فقط في التحكم في الأشياء. تستطيعون التحكم في أي شيء متحرك يمكن حمله. هذا العمود الكهربائي لا يمكنني حمله مع الأسف الآن لكنني إذا استطعت تدميره فإنه سيمكنني حمله لأنه سيتحول لإنستي. نحمل ذلك الشرطي ونضرب هذا العمود بالشرطي. ممتاز الآن أعتقد سأستطيع حمل هذا العمود. نعم جميل ولا زلت حاملا للشرطي. حسنا تعالوا
لا أصدق يا أصدقاء بأن هذا حدث في لعبة جي تي أي. الآن أستطيع الضغط على السي. نعم فهمت يعني تستطيعون الضغط على السي إذا كنتم على رجليكم، أما إذا طيرتم في الهواء وضغطتم على السي فلا يمكنكم. صراحة هذا المود مدهش جدا، أعجبني، مود رائع. الآن بقيت قدرة فقط وسننهي هذا المقطع. هذه القدرة كلون ملتيبل كوبيز، يعني سنستطيع إنشاء 5 نسخ منها. هذه القدرة هي قدرة خيالية جدا وخطيرة، أنصحكم أن تستعملوها ضد رجال الشرطة إذا كانت عندكم 5 نجمات وأردتم تدمير رجال الشرطة. ها هم سيحاولون التسديد علي وسيحاولون قتلي. ننتظر قليلا حتى تنزل الهيت وحتى يقترب رجال الشرطة مني، وبعدها سأشغل تلك القدرة الخارقة. لحظة الحقيقة سأشغلها الآن، شاهدوا. بوم، أين أنتم؟ ها هم، ها هم، لقد خرجوا. واو، شاهدتم ماذا فعلوا؟ استطعت إنشاء 5 نسخ مني، وتلك النسخ ماذا فعلوا؟ لقد دمروا رجال الشرطة نهائيا وحملوا سياراتهم. وتقريبا هذه 5 نسخ التي أنشأتها يستطيعون استعمال جميع القدرات الموجودة عند الشخصية، وستلاحظونهم في الخريطة على شكل دي. وها هم لقد اختفوا الآن. تلك النسخ ستظهر فقط لعشرين ثانية وبعدها فإنها ستختفي. لما لا نجربها داخل التكنة العسكرية؟ بدأوا في التسديد علي. واو 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 واو. أرجوكم أرجوكم، أنا أعرف وأعلم أن عندكم أسلحة نارية خطيرة، لكن أرجوكم لا تسددوا علي. واو واو، سيدمروني هؤلاء العساكر. أخرجوا يا أصدقائي، دمروهم. ممتاز، نطير لكي نستطيع رؤية المعركة بشكل جيد. أين نسخي؟ واو، نسخي طاروا في الهواء وتشتتوا نهائيا. بدأوا في حمل طنوق، في حمل طائرات الهايدرات. لا أستبعد أنهم سيحملون هذا الطنك كذلك. هيا احملوا احملوا هذا الطنك. هل اختفوا؟ لم يحملوا ذلك الطنك، لكنهم سيختفون في أي لحظة الآن. انتهت 20 ثانية خاصتهم، بالفعل لقد اختفوا. نستعمل خاصية الدرع لكي نجمع الهيل. الهيل صراحة تستطيعون جمعها بسرعة البرق. الآن سنجرب آخر خاصية. هذه الخاصية لا زالت في مرحلة التجريب، اسمها using the eye of Agamotto. هذه العين، عين أغاموتو، هي عين خطيرة جدا، لن تصدقوا الشيء الذي يحدث في اللعبة. سأعطي لنفسي أسلحة وسأشرح لكم ما الذي سيحدث. أولا نضغط E to activate. ها أنا دا شغلت العين في هذه الأثناء. مثلا سددت على تلك السيارة، سيحدث انفجار. إذا ضغطت على تي فإنني أستطيع إعادة أصقاء الوقت للوراء أوتوماتيكيا. يجب علي الضغط هكذا وعلى الدنيا أن تعود للوراء. ها أنا ذا الآن سأحدث انفجارا، أسدد على تلك. ممتاز، مع الأسف أستطيع العودة فقط قليلا للوراء. من الممكن أن علي تعديل بعض من الأرقام في كود اللعبة لكي أستطيع العودة كثيرا للوراء. مع الأسف أستطيع العودة لثواني قليلة. المهم هذه الخاصية لماذا تصلح؟ مثلا إذا حدث انفجار في اللعبة أو ميتوم أو شيء من هذا القبيل، فتستطيعون تشغيل هذه الخاصية وستعيدون الوقت قليلا للوراء. وبهذه الطريقة بعد إعادتكم الوقت للوراء فإنكم ستكونون قد أوقفتم ذلك الانفجار ومنعتم الانفجار الذي حدث من عدم الحدوث. سأرمي تلك السيكي بوم الآن. نعم لقد أعدت هذا الشخص على قيد الحياة، لكن لم أستطيع إعادتها. صاحب الموتورسايكل لقد مات في ذلك الانفجار، واستطعت إعادتها للحياة. بالنسبة لي لم أستطيع إعادتها. لا أستبعد أن علي تغيير الكود الخاص بهذه الخاصية بالضبط، وستكون مدة إعادة الوقت أكبر شيئا ما من هذه المدة، لأن هذه المدة هي قليلة كثيرا. إذا اكتشفت بأن الدعم كان جيد جدا على هذا المقطع فإنني أكيد سأعود لكم بمقاطع جديدة وأفكار رائعة باستعمال هذا المود. أما الآن سأكتفي فقط بهذا. أتمنى أن المقطع عجبكم. استودعكم الله الذي لا يصدق ودائعا، ومع السلامة يا رفاق.